راديو بلس بلس كون راديو. نواصل دائما تغطيتنا لفعاليات كوب 22. كما قلت فريق راديو بلس يتواجد هنا من اجل التغطيه كشريك اعلامي لهذه التظاهره العالميه. بهية بن خار نائبه المدير العام والمكلفه بتنسيق ديال الفريق العمل ديال راديو بلس داخل كوب 22 سوف تتحدث لنا عن طبيعه العمل. بدايه بهية، كيفاش كانت الاجواء ديال الاعداد للكوب 22 ديال فريق العمل الخاص بالتغطيه؟ يعني قبل ما نهضروا على اجواء العمل بغينا نقولوا اليوم اننا فخورين جدا كون راديو بلس شريك اعلامي رسمي لهالتظاهره العالميه الكبيره، واننا قدرنا يعني نحظوا بالثقه ديال المنظمين، وكنظن اننا كنا يعني في مستوى هذه الثقه. فريق عمل كان متميز. يعني اليوم بغيت نحيي فريق العمل اللي قام بالتغطيه طيله هذه الاسبوعين. يعني كان ماراثون كبير، كنا كنبداو من 8 الصباح حتى ل 10 الليل، يعني غير باش نتنقلوا من يعني لا زون فيرت لا زون بلو ما كانش سهل. يعني المسافات كانت طويله، قضينا واحد الكيلومترات كنظن ان حتى اتليتيكمون راه نقصنا الوزن، وانما زدنا بزاف ديال المعلومات، وكانت تجربة غنية ليا بعد انا شخصيا، وكنظن الجميع فريق العمل. شنو الجديد اللي جا به راديو بلس في تغطية الكوب 22؟ يعني راديو بلس كانت هي الإذاعة الوحيدة اللي قدرات دير اون غري دو بروغرام فيرت. علاش كنسميوها فيرت؟ باسكو لا ايتي ابي كوب من 8 ديال الصباح حتى ل 10 الليل، كانت تغطية مستمرة. يعني كو سوسوا اترافيغ لي زوند دو راديو بلس ولا في لو كونتوني ديجيتال، يعني شفنا ان راديو بلس ماشي غطات غير يعني التظاهرات الرسمية كيف ما كنقولوا او المؤتمرات، وانما دوت خاسبي يعني لي زاسبي اورغانيزاسيونيل ولا يعني الناحيه التنظيميه، يعني من المطعمه كيف ما شفتوا الروبورتاجات اللي تداروا، كيفاش كانت تسير المطعمه، كيفاش كانت تسير الامن. اليوم كنتواجدوا هنايا في لو ميديا سانتر كنشوفوا كيفاش التعامل مع مختلف المنابر الاعلاميه اللي كانت اكثر من 2000 منبر اعلامي. واليوم ما ممكن الا نكونوا فخورين كمنبر اعلامي مغربي، كاذاعه قرب، كاذاعه خاصه قدرت يعني تقوم بهذا العمل المهني وهذا العمل الجبار طيله هذه الايام. شكرا لك بهية بن خار نائبة المدير العام. قبل ما تقطع خاصني نشكرك انت الاول ونشكر جميع فريق عمل راديو بلس، يعني انت بشرى الضو، مصطفى الحلو اللي وراء الكاميرا يعني ما كيبانش، عزيز مريد، فدوى هرات، سعيد العلوي، ليلى الشفاقي، يعني كان واحد الفريق متكامل والحمد لله كنا كعائله، وكنشكركم بزاف. انا اشكر بدوري المدير العام بطبيعه الحال اللي كيشتغل دائما الى جانب بطبيعه الحال عبد الرحمن العدوي، واللي ولفنا نشتغلوا كفريق عمل كامل ان شاء الله. وكنشكر ايضا الاخت بهية بن خار اللي هي كتشرف وكتنسق هذه العمليه ديال التغطيه ديال راديو بلس في فعاليه الكوب 22. شكرا بهية وشكرا راديو بلس. راديو بلس بلس كون راديو.